ما حكم ما يسمونه النكت والمزاح التي قد يختلط فيها الصدق بالكذب، وربما يسمى فيها أهل بلد معين أو قطر معين؟ وكذلك فإننا نستمع ألغازا يقال إنها ألغاز إسلامية كقولهم ما الشيء الذي يتنفس وليس له روح؟ ما حكم مثل هذه الأحاديث؟ أفتونا مأجورين. النكت الخفيفة التي ليس فيها إثم لا بأس باستعمالها والتحدث بها، وكذلك الألغاز التي تشحذ الذهن أيضا لا بأس باستعمالها. وأما إذا كانت هذه النكت فيها شيء محرم أو كلام محرم فإنه لا يجوز استعمالها ولا التحدث بها. نعم.